إذا أردنا أن نقرأ ما قاله علماء أهل السنة نجد الذهبي تلميذ ابن تيمية يقول عن يزيد: كان ناصبيا فظا غليظا، يتناول المسكر ويفعل المنكر، افتتح دولته بقتل الحسين وختمها بوقعة الحرة فمقته الناس. ابن حجر العسقلاني ينقل في تهذيب التهذيب عن الثقات، يقول عن إسناده ثقات أن رجلا قال في حضرة عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين يزيد فضربه عمر 20 صوتا. الشوكاني يقول في نيل الأوطار: وقد أفرط بعض أهل الكرامية ومن وافقهم في الجمود على أحاديث الباب حتى حكموا بأن الحسين الصبط رضي الله عنه وأرضاه باغ على الخمير السكير الهاتك لحرم الشريعة المطهرة يزيد بن معاوية. يقول الإمام القرطبي في كتابه التذكرة حين يتحدث عن حديث هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش، يقول: كأنهم والله أعلم يزيد بن معاوية وعبيد الله بن زياد وإلى آخره، يعني ويذكر ما فعل بنو أمية من جرائم وكذا. العلامة التفتزاني، سعد الدين التفتزاني الحنفي، وكان أيضا فقيها شافعيا لكن هو شهرته في الفقه الحنفي، قال في كتابه شرح العقائد النسفية: الحق أن رضا يزيد بقتل الحسين واستبشاره به وإهانته أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مما تواتر معناه وإن كانت تفاصيله آحادا. كان عم يرد على من قالوا بأن الأحناف توقفوا في شأن يزيد فقالوا يعني لا نسبه ولا نحبه، نحن نترك أمره إلى الله. هذا الكلام غير صحيح. يرد سعد الدين التفتزاني يقول: فنحن لا نتوقف في شأنه بل في إيمانه، إن هم متوقفون في كونه كافر أم مؤمن، بل في إيمانه. يتابع سعد الدين التفتزاني: لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه. أيضا المذهب الحنبلي يذكر الخلال في كتاب السنة أن أحمد بن حنبل حين سأله أحد أصحابه عن يزيد بن معاوية قال: هو فعل بالمدينة ما فعل. قال: وما فعل؟ قال: قتل من أصحاب النبي ونهبها. قال: فيذكر عنه الحديث؟ قال: لا يذكر عنه الحديث، ولا ينبغي لأحد أن يكتب عنه حديثا، بل ثبت كما في عند القاضي أبي يعلى أن أحمد بن حنبل لعنه، يذكر ابن الجوزي وذكره أيضا القاضي أبو يعلى محمد بن حسين الفراء من أهم علماء الحنابلة، عن صالح بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي، طبعا ابن الجوزي يذكره في كتابه الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد، طبعا هنا ابن تيمية يجتزئ النص، يقول أنه أحمد تورع عن لعنه وكذا، ولكن أحمد أمر بلعنه، يجتزئ النص يعني يقتطعه في كتابه منهاج السنة. يقول أحمد صالح بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي إن قوما ينسبوننا إلى تولي يزيد، فقال أي الإمام أحمد بن حنبل: يا بني، وهل يتولى يزيد أحد يؤمن بالله؟ فقلت: فلما لا تلعنه؟ يعني صالح يسأل أبوه أحمد بن حنبل: ليش لا تلعن يزيد؟ فقال: متى رأيتني ألعن شيئا؟ ولما لا تلعن من لعنه الله في كتابه؟ يعني أحمد بن حنبل يقول لابنه: ولما لا تلعن من لعنه الله في كتابه؟ فقلت: وأين لعن الله يزيد في كتابه؟ فقرأ قوله تعالى: فهل عسيت إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.